من ايام رضا عبد العال وانتقاله من الزمالك للاهلي، مرورا بانتقال حسام وابراهيم حسن واللي عصر الايام دي وشافها يعرف يعني ايه انتقال حسام وابراهيم حسن من الاهلي لما راحوا الزمالك. عدي بقى على ابراهيم سعيد، على محمد صديق وطارق السعيد، انتهاء او مرورا بكهربا وانتهاء بامام عاشور. الدنيا بتقوم ما بتقعدش، الدنيا بتتقلب، والاهلاويه يزعلوا والزملكاويه يزعلوا، وده يفرح بان ده بيقول رضا تضلع يا رضا، وده ان حسام بنحب حسام واخوه، وكل واحد بيفرح ويحفل على التاني ويبقى بيشفي غليله ان نجمك اللي كان عندك انا اخدته وجبته عندي. لكن بعد كده ايه اللي بيحصل؟ كل واحد بيمشي في طريقه، وبتلاقي رضا عال دلوقتي بقى على الاهلي يقول لك اصل انا اصلا زملكاوي، وحسام وابراهيم احنا اولاد الاهلي، ومحمد صديق يقول لك انا اصلا منتمي للزمالك. وبعد ما بينتهي فتره شغله ولعبه الدنيا بتتنسي والدنيا بتروح. يا جماعه شوفوا الصور دي عشان تعرفوا ان في الاول وفي الاخر الطبيعي والمنطقي ان اللعيبه اخوات وصحاب وبيقابلوا بعض وبيخرجوا مع بعض وبيفطروا مع بعض في رمضان زي ما هو حاصل في الصور دي، وبيضحكوا وبيهزروا، زيزو قاعد مع امام عاشور، مع كهربا، مع عواد، مع محمد صبحي. دي الصوره الطبيعيه اللي بنشوفها من قديم الازل. دي الصوره الطبيعيه، الصوره دي مش غلط عشان محدش يفتكر ان انا بنتقد اللعيبه، لا. دي الصورة الطبيعية، احنا منافسين في الملعب، بره الملعب احنا اخوات وصحاب، وساعات بنبقى اهل واكتر من الاهل كمان. الجمهور هو اللي ساعات بيتم تصدير اليه بعض المشاهدات المبالغ فيها من قبل بعض اللعيبة، زي ان تلاقي امام عاشور وهو في الزمالك يبقى قوس والسهم، ويروح الاهلي فيبقى من تالتة شمال بنهز جبال، فهنا يستقطب الجمهور، وهنا يبقى عايز يترمي في حضن الجمهور عشان يحبب الجمهور الجديد فيه. دي طريقة بيتبعها لعيبة الكورة في أي حتة في الدنيا عشان يقدر يكتسب ظهير جماهيري للنادي المنافس اللي هو راح له. الفكرة بقى إن أنت كجمهور بتاخد الموضوع على صدرك بأكثر من اللازم بكتير، وبتحرق في دمك وبتتنكد، وساعات ما بتنامش الليل، وساعات بتتخانق مع مراتك ومع اصحابك وتسيب البيت وتنزل، ويومك يبقى مطين بستين طين وانت عندك مشاكل الدنيا والاخره اهم بكتير جدا من الكوره، لمجرد ان لعيب عمل تصرف ضايقك او ما صانش الجميل من وجهه نظرك في النادي اللي هو اتربى فيه واللي كان سبب في شهرته واللي كان سبب في علو اسمه وشغله راح نادي تاني او عشان الفلوس او ايا كان السبب. لكن في اخر الامر ايه اللي بيحصل؟ اللعيبه قاعدين مع بعض وبياكلوا مع بعض وبيفطروا في رمضان مع بعض، وارجع واقول تاني وده الطبيعي والمنطقي، احنا مش في حرب ولا في خناقه. ازعل من اللعيب ومقدر العاطفه بتاعه الجمهور هي اللي بتحركه، وهو انقى حاجه في المنظومه، وعاطفته بتخليه بيزعل من اي لعيب يكون موجود عنده ويسيبه ويمشي، ده طبيعي ومنطقي، احنا مش بلاستيك، احنا مش جبس. بس لازم تبقى انت فاهم كويس قوي إن زعلك ده ليه حد، ما أثرش عليك وعلى نفسيتك ولا على صحتك، ولا يخليك ترتكب أخطاء تحاسب عليها يوم الدين، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. مش حاجة تطلع من بقنا ولا من تصرفاتنا ولا إلا هنحاسب عليها. فيبقاش هو السبب، هو اللي بيشتغل في مكان وبيكسب شهرة وفلوس وبطولات وبيخرج وبيتفسح، وأنت تاخد سيئات عشان داخل تتكلم على السوشيال ميديا وتحارب مع واحد تاني وتشتموا في بعض لان انتم متنافسين او منتمين لانديه مختلفه، وكل واحد عايز يعبر عن وجهه نظره اللي شايف ان هو صح فيها، وهم اللعيبه في نادي تاني خالص، مش تقليلا منهم، يعملوا شغلهم وخلاص. تلاقي كهربا هو في الزمالك كان بيشكر في الزمالك، راح الاهلي بيشكر في الاهلي، هو ده اكل عيشهم يا جماعه. مش هيروح الاهلي يشتم في الاهلي، ولا يروح، ولا مثلا حسام ابراهيم لما كانوا راحوا الزمالك هيشتموا في الزمالك، لا، هو ده اكل عيشه دلوقتي. حاسبه بقى هو وهو معاك بيعمل اللي عليه، بيتقي الله في شغله، بيجيب اخره، بيحقق بطولات ولا لا، ده اللي ليه عندك. ده اللي هو مطلوب منه وهو موجود في ناديك. في طبعا لعيبه بتغالي وتشتغل في ميس وتبقى عايزه تثبت قوي الحب والكلام ده كله،
ده برضو انا بشوف انه ما بيخلش على الجمهور الذكي، بيبقى عارف يا عم انت بتعمل كده اه حلو وجميل وهنحفل بيه على اخواتنا الزملكاويه، ولا عملت كده وانت زي هنحفل بيه على اخواتنا الاهلاويه، بس يا عم احنا عايزين منك كوره في الاخر، الميز ده هنفرح بيه ونعمل بيه كوميكس وميمز وبتاع، بس في الاخر لو ما جابش بطولات، لو ما كسبش فرقته، الرصيد بتاعه من التحفيل والحماس والميمز والكوميكس دي هيمشيه ماتش 2 3 10 موسم، بس بعد كده ولا حد هينساه، تحط جنب الحيط ولا حد هيفتكره، كل الناس هتنساه. فيا واش يا واش، وهدوءا، واحنا في ايام كريمه وشهر كريم، عشان الناس تعرف ان دي في الاول وفي الاخر كوره، واخر مستفيد فيها، اخر مستفيد فيها هو الجمهور، ده اللي بيدفع من جيبه ومن حرقه قلبه ودمه عشان خاطر يشوف نادي اللي بيحبه بيكسب. باقي الاطراف كلها بدون استثناء مستفيده، وده الطرف الوحيد الانقى والاطهر اللي بيدفع من جيبه وروحه ودمه ومن قوت عياله ساعات عشان يشجع ويحب النادي اللي هو بيتمنى دايما يشوفه بيكسب. نروح من القصه دي اقول لكم على تفصيلتين جداد في موضوع رمضان صبحي. طيب قبل ما نروح لرمضان صبحي، نروح للدكتور وليد داعبس، رئيس مجلس اداره نادي مودرن فيوتشر. دكتور وليد، مساء الورد على حضرتك. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. كل سنه وحضرتك طيب وبخير. وحضرتك طيب يا فندم. اخيرا يا فندم، المستجدات الخاصه باحمد رفعت. اه تمام. لا احمد رفعت احنا عندنا مستجد كويس. ان احمد رفعت الحمد لله احنا طلعناه عرضه من الرعايه. تمام. واحمد في غرفه عاديه. تحت الملاحظه الكامله طبعا. ايوه. بنعمل له كل الحاجات المطلوبه. اشراف كامل كانه في الرعايه بالضبط، ولكن احساسه انه بره الرعايه دي احساس جديد يعني. طبعا طبعا. أنا لسه كنت عنده برضه الحمد لله، يعني أنا شايف إن هو في تحسن. النتائج الطبية في تحسن الحمد لله، في بعض التحسن موجود، الحذر في الكلى دي أهم حاجة كانت تهمني، إن أنا عندي الأمل ابتدى إن شاء الله يبقى موجود، وإن شاء الله يبقى موجود بقوة بالنسبة لموضوع الكلى إن شاء الله يا رب. هل في أي تنبؤات من الطاقم الطبي امتى ان شاء الله بفضل الله وكرمه ان احمد رفعت يكون موجوده؟ والله بص انا هقول لحضرتك حاجه، هي قصه في بيته دي ان شاء الله ممكن تبقى قريبه ان شاء الله يا رب، ولكن هي النقطه في بيته لحين ما احنا نكمل ابحاثنا. ايوه. يعني هي النقطه حضرتك، هو احنا الموقف دلوقتي ان شاء الله هيمشي كويس وهيقدر يرجع بيته خلال فتره قريبه قوي، ولكن بعد ما الامور تستقر هنحتاج ان احنا نخش في شويه انفستيجيشن، شويه ابحاث كده، عشان نعرف السبب اللي حصل لاحمد رفعت الحاله دي كلها من ايه، ودي اهم حاجه. خلي بالك يعني احنا اهم حاجه دلوقتي ان احنا نوصل للاسباب اللي حصلت الكلام ده، وبقول الاسباب مش هنقدر نعرفها الا لما الكلى تبقى تماما سليمه. تمام. طيب يعني دي حاجه اساسيه ان شاء الله، ان شاء الله ولكن قريب العاجل باذن الله، يعني حاجه ان شاء الله قريبه مش بعيده قوي، هيكون احمد ان شاء الله باذن الله. هل حصل تواصل ما بين حضرتك وبين سياده الوزير الدكتور اشرف صبحي او المسؤولين في وزاره الشباب والرياضه بعد موضوع الصوره وبعد الاستياء اللي عبر عنه الاستاذ هيثم عرابي فيما يخص نشر هذه الصور؟ بص انا عايز اقول لحضرتك حاجه بس الاول، هو الوزير اشرف صبحي يعني من الناس اللي انت عارف كويس قوي، ومش محتاج انا اقول عليه الكلام ده. هو راجل متابع لشغله تماما. صحيح. وبيتابع بس مش بصفته وزير، لا، وبيتابع بروح وانسانيه محترمه، والراجل يعني بيشتغل اقول لك اراوند ذا كلوك زي ما بيقولوا، يعني بيشتغل طول الوقت. صحيح. ما عندوش مشكله ان هو يتابع ويروح، وهو راح لاحمد رفعت في اسكندريه، وانا بسميه معلش مع كل الاحترام يعني ما بسموهوش وزير اللقطه، هو وزير مش بتاع اللقطه يعني، لان هو انجازاته كتير وبيعمل حاجات كتير قوي، فمش محتاج اللقطه في حاجه. هو الغلط اللي حصل مع احترامي طبعا لكل اللي اتقال، ولكن الغلط مش لازم يبقى غلط الوزير يا حضرتك، الغلط هنا من المسؤولين عن الحته الاعلاميه في الوزاره. واخد بال حضرتك؟ انما الوزير مش مستني الصوره ولا مستني الكلام ده، الوزير في اتصال متواصل بيني وبينه، بيطمن بشغف على احمد رفعت زي ابنه بالظبط، يعني مش عايز اقول لك، بيطمن على كل الاحوال
من اول ما احمد وقع لغايه ما احمد النهارده الحمد لله بقى في وضع احسن. وجوده في المستشفى ومرواحه للمستشفيات، الراجل بيسيب مشاغله وبيشيل كل ده مش عشان اي حاجه غير ان هو عاوز يطمن على احمد رفعت. فالكلام ما هواش يخص الوزير ولا في حد يعني بيوجه للوزير الكلام ده، ولكن زي ما قلنا الموضوع يخص المسؤولين عن الاعلام في الوزاره. في ساعات حاجات بتبقى، واحنا اتفقنا مع الوزير على هذا الكلام كمان، يعني اتفقنا ان ده ممكن تكون غلطه اعلام الوزاره. تمام. فده هو الحكايه يعني. طيب اروح مع حضرتك للشان الكروي، رؤيه حضرتك للقاء العوده امام نادي الزمالك ان شاء الله. والله انا شايف الزمالك يعني زي ما بيقولوا كده كعبه عالي علينا شويه. يعني بس الامل لسه موجود والماتش في القاهره. شوف انا هقول لك حاجه، الكوره ما فيهاش كبير زي ما يعني بنتكلم كده. وبقت الكوره في مصر انت بتدي في الملعب، فانت يعني انت شوف الماتش، احنا كورتين في العرض، كورتين في العارضه منهم كره يعني اقول لك ايه، انا ممكن انا بنفسي اجيبها يعني، انما ربنا مش كاتب. ايوه. كان الفريق كان شكله كويس جدا في الشوط الاولاني، الشوط الثاني كان فيه بعض الاخطاء، ويمكن اللي عملنا كان فيه اجتماع امبارح مع الجهاز الفني واتكلمنا في الموضوع ده بالكامل. قلنا وجهه نظرنا وسيبنا الجهاز الفني يقول وجهه نظره. انا شايف ان المباراه الجايه هتبقى فيها تصحيح لحاجات كتيره جدا. شايف ان الفريق هيبقى مختلف في المباراه الجايه، واتمنى الحظ بس يعني يمشي معانا شويه في الماتش القادم، ولكن كل شيء مفتوح يعني، والامل طيب. موجود طبعا طب. لسه بدري، وخصوصا الماتش في القاهره يعني صحيح، سواء كان عندنا او عندهم هو في الاخر في القاهره يعني. مظبوط. بمناسبه الحديث عن الجهاز الفني دكتور وليد، البعض ربط بين استقاله الكابتن حسام البدري من نادي الزوراء العراقي وقدومه الى نادي مودرن فيوتشر، الكلام ده صحيح او في اي صحه؟ لا احنا بص انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انا معايا كابتن تامر، انا يعني دايما بنشوف مع بعض ان احنا لازم يكون عندنا رؤيه مشتركه ايوه ما بين الاداره وبين المدير الفني. صحيح. انا شايف ان احنا في رؤيه مشتركه بيننا وبين الجهاز الفني. الرؤيه المشتركه دي في امور كتيره جدا، مش على صعيد الدوري السنه دي، لا ده على صعيد كذا دوري يعني كذا موسم ان شاء الله، وبنعد الفكره وبنعد الموضوع للسنين الجايه، ما هواش للسنه دي. ايوه. فلا الجهاز الفني بتاعنا جهاز محترم جدا بيبني معانا، وده مهم جدا. عارف الاستراتيجيه بتاعت مجلس الاداره شغال عليها، مدرب محترم جدا وعنده فكر يعني بيتطور كل يوم عن التاني، والكلام ده واضح على الفرقه كمان. لو حضرتك متابع للفرقه هتلاقي في شكل جديد لفرقه مودرن فيوتشر. دكتور ريد كل التوفيق لكم ان شاء الله خلال الفتره القادمه، وكل التمنيات بالسلامه ان شاء الله لنجم مصر كابتن احمد رفعت. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك. كنت بقول لحضرتك في تفصيلتين مهمين جدا فيما يخص موضوع رمضان صبحي. اخر مستجدات الخاصه بموضوع رمضان صبحي ان تم ارسال جواب من النادي والوكاله المصريه لمكافحه المنشطات، وده الجواب اللي راح للاتحاد المصري لكره القدم، واسيء فهم معناه واسيء التصريح عنه على لسان الاستاذ جمال العلام اللي هو عينه رمضان صبحي ايجابيه. لا ده ما كانش اللي مذكور، اللي كان مذكور ان في مزيد من التحقيقات هتتم بشان ان العينه الخاصه برمضان صبحي العينه الاولى فيها تلف، مزيد من التحقيقات حول تلف العينه الاولى، لان العينه الاولى لو كانت تلفه يعني لو كان تم التاكد وثبوت تلف العينه رمضان صبحي يتوقف على طول اصلا، ولا هيبقى فيه لجنه استماع ولا تحقيق ولا مزيد من التحقيقات ولا حاجه. لو في تاكد وثبوت لتلف العينه رمضان صبحي ده ساعتها هيبقى راجل جاني، راجل مذنب، ويستدعي الذنب ده انه يعاقب على طول في ساعتها. ولكن الجواب اتقال فيه مزيد من الانفستيجيشنز، من التحقيقات، من التحريات حول تلف العينه الاولى. رد رمضان صبحي النهارده، هو كان معاه مهله لغايه يوم 4/4 لغايه بكره، هو رد النهارده وقال انه رد يعني الرد اللي في احواه ان انا واحد من اكتر الناس اللي تعرض لاختبارات الور اباوت، اللي هو يعني ممكن يعمل ومش ممكن، ده حصل مع رمضان، اخذوا تحليلات منه في بيته وفي التدريب وفي الماتشات افريقيا ومحلي، وواحد من اكتر اللعيب ان لم يكن اكتر اللعيبه المصريه اللي تعرضت
لاختبارات الوير اباوت من اللجنه المصريه لمكافحه المنشطات النادو اللي طبعا تابعه للجنه الدوليه لمكافحه المنشطات الوادة، وبالتالي هو ما فيش اي سبب من الاسباب اللي تدعوه ان هو يتلف عينه او يتغاضى عن تقديم عينه سليمه للنادو الوكاله المصريه لمكافحه المنشطات، وطلب ان يتم فتح العينه الثانيه لدراستها وتحليلها. ودلوقتي هيبقوا منتظرين الاتحاد المصري ورمضان صبحي وبيراميدز وكل الناس، وهتبقى منتظره بقى ايه تحليل العينه الثانيه، وحتى قدوم وصدور نتيجه العينه الثانيه رمضان صبحي يلعب عادي جدا، ما فيش اي مشكله، مش موقوف، ما عندوش اي مشاكل، يلعب مع المنتخب، يلعب في الدوري، يلعب في افريقيا، ما عندوش مشكله في اي حاجه. ودي نقطه، او في نقطه ثانيه مهمه جدا كان يجب على الاستاذ جمال علام انه ياخد باله منها. يا جماعه المشكله دي مشكله كبيره. ليه؟ مش بس عشان بتمس اسم لعيب ولعيب دولي ولعيب كبير ولعيب محترم اسمه رمضان صبحي، لكن كمان لان انت بتتكلم على هيئه طبيه مصريه، لو انت عملت معاها لقطه او مشكله وحطيتها في كورنر ان يتم بث الشكوك حوالين ادائها، ده ممكن تقفل في مصر، تقفل في مصر، ورخصه مزاوله هذا المعمل في مصر تتسحب منه من الوادة، وتبقى انت عملت ضرر طبي رياضي في مصر كبير جدا جدا جدا، لان انت بتتكلم بمنتهى الاريحيه اكننا قاعدين في بنتغدى بنتسحر مع بعض على حاجات بدون اي كود، بدون اي شكل من اشكال ايه اللي يتقال وايه اللي ما يتقالش. روح انا مبوظ الدنيا مع النادو هنا في مصر اللي هو عليه رقابه صارمه من الوادة، لمجرد ان انا بقول كلام يعني ما ينفعش انه يتقال ولا ينبغي ان يقال، فانا بقول اي كلام في اي حاجه في توقيت ما ينفعش يتقال فيه اصلا حاجه، في معلومات شديده الاهميه شديده الدقه شديده السريه عن كيان وهيئه طبيه، ومش عارف ان انا ممكن اكون باذي الهيئه الطبيه المصريه دي وانا مش واخد بالي. ده غير اللعيب اللي انا اتكلمت عنه من شويه. نطلع لفاصل ونستقبل نجمنا الكبير الكابتن هشام ياكن، خليكم معانا. نجم مصر ونجم نادي الزمالك مشرفنا ومنورنا النهارده كابتن هشام ياكن. كابتن هشام منور الدنيا. الله يخليك يا هيم، اخبارك حبيبي؟ وحش كله تمام. انت اكتر والله يعني ايه النور ده، منور الدنيا والله حبيبي. الله يخليك، كل سنه طيب وبخير. وانت طيب يا حبيبي. دفاع الزمالك فيه مشاكل يا كابتن هشام؟ ايه الدفاع؟ مش الزمالك بس، ده مصر كلها ولا ايه؟ بجد والله؟ ليه كده؟ في نقص كبير جدا في الدفاع. يعني عندنا مشكله كبيره جدا، يعني ما عندناش اللي بيطور من اداء المدافع. ايوه. ومعلش يعني اللي موجودين معظمهم يعني انا صريح جدا. فهي دي مشكلتي الوحيده ما بيني وما بين الناس، انها مش عايز تفهم ان تكوين اللعيب المدافع لازم ياخد شغل عالي جدا. يعني انا دخلت المرحله دي. انا هنعتبر نفسي انا واحد كنت مش عايز اقول لك كنت نمره ثلاثه في قطاع الناشئين. كنت نمره ثلاثه. ايوه. يعني انت فاهم، ولما دخلت الدرجه الاولى عملت فارق جامد جدا. طب ده من ايه؟ هل تفتكر ان دي جت لوحديها؟ هل ده مثلا انك انت النهارده عشان تاخد مكان تلعب فيه كان في وجود ابراهيم يوسف وسعيد الجداي الله يرحمه وجمال عبد الله، ثلاث لعيبه كانوا بيلعبوا منتخب مصر وبيلعبوا من زمان وانا طالع في وسطهم. ايوه. يعني انت فاهم، وعشان انافسهم انت فاهم واخش في وسطيهم وابقى لعيب اساسي، يبقى انا اكيد عملت حاجه صح، يعني طورت من نفسي. لما حتى جم زمايلي لعبوا معايا، انا لاعب جنبي اكتر من 15 لاعب غيروا حواليا، يعني انا الثابت وحواليا اتغيروا 15 ليبرو. تخيل على مدار ان انا العب معايا 15 ليبرو وصغيرين سنا واكبر، واذا كان قدي يعني عايز اقول لك، طيب انا عشان اعمل الـ 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 الواجب بتاعي واشتغله كنت بتدرب يوميا ثلاث مرات. اروح اخد بعضي واروح اتمرن في حته مثلا يهمني الجامب، انا عندي كان مشكله في الرقبه فما بعرفش اطلع، فكنت دايما اخاف فاروح موطي برقبتي كده اهو. لا ابتديت بقيت اطلع الكوره واطلع فوق اتدرب، طورت من نفسي، بقيت واخد
لعبت كاس عالم يعني من لعيب كان ملوش اي وجود الى لعيب بتلعب كابتن منتخب مصر وكاس عالم. يعني كنت ممكن اخش كاس عالم مره تانية لولا الماتش بتاع زيمبابوي. يعني انت فاهم؟ فده طبعا الشغل ده ما جاش من تلقاء نفسه. كابتن الجوهري وكابتن فتحي مبروك ربنا يديله الصحه طوروا كمان من الشغل معايا. طب انت ايه رايك في حسام عبد المجيد يا كابتن هشام؟ بص هتقول لي كل اللعيبه كويسه بس انا عايز ابقى اعلى، ما عشان اعمل فارق لازم اعلى، لازم اشتغل على نفسي. يعني ايه الحاجات اللي هو محتاج يشتغل عليها؟ لازم يشتغل نواحي دفاعيه. اولا ما بيعملش تاكلين، يعني الحاجات اللي هي فيها نوع من اللي هي فيها جزء طاير، يعني بيت مثلا في بيطير بوش رجله ينزل، الحاجات دي كلها مش موجوده. التمركز بقى عندنا وحش جدا، وفي الدفاع بتاع منتخب مصر والزمالك يعني. واذا كان حتى محمد عبد المنعم كله بص ما تجيش تقول لي مين متفوق على مين، للدليل على انك انت النهارده بتخسر مثلا ماتش اربعه وفي محمد عبد وفي ايا كان مين الموجود. طب ما في اخطاء يعني انت فاهم، اخطاء دفاعيه، يعني انت عندك موجود في اخطاء دفاعيه بتشتغل عليها. مين اللي بيشتغل عليها؟ طبعا في مدربين يعني مش محظوظين ان هم يشتغلوا على لعيبه محتاجين وقت، يعني حسام مثلا جاي بيشتغل في وقت ضيق جدا، مباريتين مهمين عايز يخش وعايز ياخد ويعمل برنامج، ما عندوش الوقت الكافي ان هو يشتغل على الجزء ده يعني على تصحيح الاخطاء الدفاعيه. طب انت عشان تشتغل على الاخطاء الدفاعيه دي لازم تعمل مدرسه. انا بفكر بصراحه ان انا هعمل مدرسه كوره لتدريب المدافعين بس يعني انا هشتغلها بنفسي. يعني اذا كان في اي مدافع عايز يجي يشتغل اروح جاي عامل شغل معاه، هاخده واعمل له ناخد ملعب يشتغل عليه على اساس ان احنا نأدي، ان احنا محتاجين في مصر الكلام الشغل ده. مش ما ينفعش انك انت. طب بمناسبه شغلك كابتن هشام، انت بعيد عن نادي الزمالك الفتره اللي فاتت دي بقالك فتره طويله. ايه السبب؟ يعني المجلس الاداره الحالي لا الحالي خلاص الحالي انت ايه رايك فيهم؟ ناس لحد دلوقتي ناس ممتازه وكلهم يعني اشخاص كويسين يعني يعني ما فيش حاجه بيني وبينهم اصلا. يعني كل العمليه ان احنا ناس محترمه وجات وجايين يشيلوا مهمه صعبه قوي طبعا ايا كان فين. حتى لو انا كنت دخلت كواحد كنت نازل في الانتخابات حتى لو دخلت كان المشكله هتبقى كبيره، بس هي بقى عايزه ذكاء. يعني انت النهارده كل واحد عنده الفكر اللي ممكن يطور بيه الشغل ده او يطور بيه النادي. يعني انا مثلا لو كنت موجود في مجلس الاداره كنت هشتغل على تطوير النادي بشكل كبير جدا وازاي اقدر افكر. انا راجل رياضي وكروي وفي نفس الوقت عندي دماغ بفكر فيها، لان لو انا عايز اقول لك تصريح مهم جدا قدام الناس، انا صاحب فكره اكاديميات الكره في العالم. انا صاحب الفكره في العالم كلمة أكاديمية الكرة دي طلعتها أنا اللي اخترعتها. ده إمتى ده كابتن؟ أنا وأيمن يونس. ده إمتى؟ ده سنة 94. 94 أنا فكرت في الفكرة جت لي وأنا قاعد كنت ببطل كورة وقعدت مع الكابتن ياكل الله يرحمه. الله يرحمه. قلت له يا كابتن أنت كل شوية تبعت لي، كنت أنا ماسك في مدرسة الكورة ما كانش أكاديميات، مدرسة الكورة. فرحت ايه قلت له يا كابتن انت كل يوم قاعد تبعت لي ناس قد كده زهقت وفيهم لعيبه مش فقلت له يا كابتن طب ايه رايك لو اعمل مشروع؟ فقال لي مشروع ايه؟ قلت له هعمل ادرب الولاد دول اعمل لهم بتاع ده اجر لهم مكان ويدفعوا فلوس واعمل لهم مدرسه كوره. هي الفكره جات لي كده. انت فاهم كلمه مدرسه الكوره جات لي كده. فقلت انا ايه كان في الاهلي والزمالك بس اللي كانوا عاملين مدرستين كوره. وما فيش تاني نادي كان لسه عامل تقريبا المقاولين اعتقد تقريبا اعتقد بس ما فيش حد تاني عامل مدارس كوره تاني على مستوى مصر بشكل زي الزمالك والاهلي. فلما جيت فكرت فيها فعملتها فكرت فروحت انا قعدنا انا وايمن يونس نفكر في الموضوع طورناها مع بعض عجبتنا الفكره. فانا قاعد في اسكندريه عايز اختار مكان اعمل فيه برضو الفكره والكلام من ده فقعد بفكر فيها. واحد راح قال لي ايه طب ما تروح الاكاديميه البحريه. قلت له اكاديميه الايه؟ البحريه. فبقى اكاديميه الكوره.
فقلت ضربت في وداني فقلت اكاديمي فيوتشر ستارز. ضربت في وداني على طول. فقلت هعمل الاكاديميه وفعلا رحت عملت الفكره الاكاديميه ودي كانت اول فكره موجوده وما كانش في حد عامل الفكره دي. فاتطورت لقيت بقى بعديها ايه الخطيب كابتن محمود الخطيب عمل في الرحاب بس كابتن محمود الخطيب عمل في الرحاب بعد مده يعني عشان شوبير راح طالع وعامل اكاديميه في الجنه في البتاع ده في اسمها لا في الاولمبيه اللي في المعادي مركز الاولمبي في المعادي وعملناها انا وكابتن ايمن يونس طورناها بشكل حلو واشتغل معانا نجوم من النادي الاهلي. طب بمناسبة يعني كابتن خطيب انت كان ليك تصريح كابتن هشام قبل كده قلت ان كابتن خطيب اسهل مهاجم لعب عليك او انت لعبت عليه؟ انا قلت التصريح هو فكره ان هو بالنسبه ليا كان ساعتها كان كابتن محمود الخطيب كان كبر خلاص. وانا عندي الحميه والقوه والانقداد والحاجات دي كلها فطبعا لما تيجي تلعب على واحد فنان ولعيب كبير برضو وكلام من ده طبعا لازم هتلعب عليه بشكل قوي. ايوه مش هتديله فرصه ان انت بتقابله في نهايه مشواره وانت كنت في بدايه مشواره وانا في بدايه مشوار بس انا عندي ذكاء انا ما بخشش يعني مضحي يعني انا بخش ببقى عامل حسابي عارف ان انا هدخل مش هترقص وعلى فكره لو بصيت على مجموع المباريات اللي لعبتها كلها لو انا عندي كوره ترقص فيها هتلاقي كورتين ثلاثه على مدار حياتي. ايوه يعني ما خدتش مثلا ترقيصه ما خدتش كوبري من تحت رجلي الحاجات الفنيات العاليه اللي هي بتاعه اللعيبه دي ممكن حد بتاع ده اخذ الكره فرحت متزحلق وعدى دي الكور اللي هي اللي ممكن مش بتبيع نفسك يعني بالظبط اما ببيعش نفسي بس بروح عندي كان حاجه مهمه جدا يمكن ما كانش عند مجموعه لعيبه انا بعرف التايم بتاعي اللي بنزل فيه على الارض لغايه ما اوصل للكوره بعرف انزل على التاكلينج ده بقدر اخدها واقطعها كويس يعني عندي القياس بتاع المساحه والمسافه لما بنزل ببقى عندي القدره ان انا رايح فعلا هعمل التاكلنج هاخد الكوره تمام يعني الحاجات دي فدي طبعا صفه يعني بص نشوف الكوره دي ده ماتش اهلي وزمالك اهلي وزمالك الخطيب معدي من 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 مسافه قد ايه يعني لكن هل انا كده عبد الجليل اهو داخل هينفرج بالجون بص رحت على طول نازل له وجت جون بعد كده الزمالك ده ماتش 3 اعتقد ده صح؟ مانويل ده ماتش بتاع 1-0 2-2 ومحمد صبري بعد كده ما هو هو ايمانويل ومحمد صبري تقريبا ايوه ف يعني الواحد واحنا بنشتغل في الحاجات دي كلها يا ابراهيم انت فاهم انا بعرف عندي تايمنج فتصريح للكابتن محمود الخطيب طبعا مش هتكلم على نجم زي ده طبعا نجم طبعًا كبير يعني. طبعا كنا بنتفرج عليهم هو كابتن حسن شحاته وفاروق جعفر ومصطفى عبده النجوم الكبيره اللي امتعتنا كتير جدا فانا لما جيت قلت تصريح بالنسبه ليا كان سهل لان ما عندوش مجهود كتير يعمله معايا ايوه فكنت بقى ايه الجهد بتاعي واقف له لكن لما اشتغلت مثلا مع حسام حسن او اشتغلت مع اي كان بتجهد ليه لان انت بتجري على انا عارف ان الكابتن خطيب كل تركيزه في الكوره اللي هيعملها ان هو هيعمل تشيب هياخد الكوره ويحاول مثلا يعدي ترقيصه ويخلص يروح حاطط رجليه على طول فما عندوش الوقت انه يمسك الكوره كتير لان هيلاقي احتكاك قوي معاه يعني هتلاقي دايما في احتكاك قوي دايما داخل معاه هسمع معاه هسمع كل شويه يعني انت فاهم فهو ماسكه الكوره كتير ما كانش يعني ما كان مفيد يعني كان مختلف بالظبط انا بالنسبه لي قدرت ان انا يعني قريت طبعا نجوم كبار فلازم بتفرج عليهم كتير انا كنت يعني بتفرج عليهم على طول فبس يعني هقول لك على حاجه انا يعني انا اصعب ماتش انا في نقطه مهمه جدا انا ما لعبتش رسمي كتير يعني انا لما طلعت لعبت درجه اولى انا ما لعبتش رسمي انا كنت في الناشئين ولا حاجه يعني كنت دايما احتياطي نمره 3 ومشيت من نادي الزمالك يعني حتى المدربين قالوا انهم هشام ما ينفعش ايوه شوف بقى لما ترجع من بره وتبقى في كاس العالم وتبقى في كاس العالم واخد كمان قيم الاخير في الـ 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 الجرايد الايطالي بعد في اختيارات اللعيبه ان انا واخد ثالث احسن لاعب سيرد باك في العالم
في المجموعه اللي كسبنا بيها. طب كابتن هشام مع المجلس الجديد في نادي الزمالك حصل ما بينكم اي تواصل انت تبقى موجود في النادي الفتره اللي فاتت؟ بص يعني طبعا يعني كابتن حسين لبيب وكابتن احمد سليمان وكابتن حسين السيد والمجموعه كلها بصراحه يعني متعاونين. بس انت هتخش على ايه؟ لسه دي هي النقطة. يعني حصل تواصل؟ تواصل طبعا، لان احنا اولاد النادي في الاول وفي الاخر يعني اكيد هيستفادوا بنجومهم. وانت النهارده يعني انت بتتكلم مع كابتن مصر يعني انت واحد. وبعد كده انا من الناس اللي كنت بشده قويه جدا، كنت الفتره اللي فاتت كلها كنت واقف يعني انا ضحيت بشغلي ضحيت بحاجه عشان اقف قدام كان بيهدم نادي الزمالك. كنت بقف وجاي على حساب شغلي وعلى حساب ان انا ما اشتغلتش 9 سنين. يعني انت فاهم؟ يعني قعدت ممنوع 9 سنين ان انا ما اشتغلش، لكن احنا بنحاول ايه؟ ننسى الماضي، ما بفكرش فيه خلاص، احنا في اللي جاي. اللي جاي حلو، الناس شغاله، اذا كان في مركز او مكان كويس هنستفاد بيه كاسم الشاميه كابتن منتخب مصر كابتن نادي الزمالك اكيد ان شاء الله. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجم مصر كابتن هشام ياكل، خليكم معانا. بنرحب بحضراتكم مره ثانيه. كابتن هشام، رايك ايه في صفقات الزمالك الجديده وابرزها طبعا على عبد الله السعيد؟ بص طبعا يعني انا يعني حواري في الحته دي يمكن كل واحد، انا المفروض ان المدير الفني او مجلس الاداره هم ما كانش عندهم الوقت ان هم يجيبوا حد يختار اللعيبه اللي هم عايزينها. احنا جبنا اللعيبه اللي موجوده في السوق. يعني احنا برضو مهم جدا ان احنا النهارده عايز تجيب لعيبه تفيد النادي بشكل معقول والكلام من ده طبعا. ف الحته اللي هي اللي انا بتكلم فيها او اللي هي احنا اي قبل موسم لازم يحصل الموضوع ده، لكن احنا كان عندنا تغيير في لعيبه كتير جدا، عندنا مشاكل كبيره قوي، عندنا مشكله كبيره جدا انك انت العمود الفقري بتاع الفرقه بتاعتك وقع. بمشي طارق حامد وبن شرقي والمجموعه والونش اتعور. انت معاود بن شرقي مره ثانيه لو في فرصه؟ بص في الاول اوكي، لا دلوقتي لا، دلوقتي لا خلاص. يعني انا كان يعني ان بن شرقي يكمل وهو موجود. ايوه خروجه ده بي 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 بيأثر، لان هيرجع لفرقه ثانيه. مظبوط، يعني انت فاهم؟ فعايز اللي يساند. انت النهارده اي قوام لاي حاجه لازم يبقى عندك نمره واحد عمود فقري. تقدر تمشي وانت مثلا عمود الفقري عندك متعور او هتلاقي نفسك ماشي مقتب او ماشي. صحيح صحيح بالظبط. فانت العمود الفقري عندك ده فيه 3-4 لعيبه مهمين جدا لازم يكونوا على درجه عاليه جدا بيشيلوا الفرقه. طب بمناسبه العمود الفقري كابتن هشام، في ناس شايفه ان زيزو يتباع وناس شايفه ان لا، زيزو ده اهم عنصر في العمود الفقري وما ينفعش يتباع. هو بقى كينونه للجمهور الزمالكاوي. يعني بقوا متمسكين عايزين زيزو وعايزين شبيه لزيزو في اماكن ثانيه. ايوه فهم متمسكين بالحته دي، لكن انا شايف انه بنخسر حاجتين. يعني انا حاطط زيزو وهو ما فيش اللي يساند بشكل كبير، محتاجين دعم اكتر. يعني انت مع ان زيزو يبقى ولا ايه؟ ولا ضد؟ والله والله يعني بص يعني ضده قصدي انه يباع ولا مع انه يباع؟ بص انا مع الجمهور، الجمهور عايزه. انت فاهم؟ لكن مشكلتنا دلوقتي بحاجتين، انك انت عايز تعمل تيم قوي لسه برضو مش الـ 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 التغيير اللي حصل برضو مش نفس الـ الـ الحاجة المطلوبة قوي بشكل كبير. احنا عندنا نقص، لكن هل ده بقى كله على نادي الزمالك؟ لا، ده كل الأندية عندها فقر في اللعيبة. أيوه مش اللعيبة اللي موجودة في نادي الزمالك. نادي الزمالك يعني فيهم النهاردة هم محتاجين دعم معنوي ومحتاجين كمان ترابط أكتر وتدريب اكتر. لكن تعالى بقى نتكلم على لعيبه مصر. هو فين لعيبه مصر؟ انت فين النهارده بعد ما كنت النهارده في كل فرقه بتطلع 6-7 لعيبه؟ الزمالك والاهلي كان بيطلعوا لك 10-12 لعيب موجودين اساسيين.
وبتضم على من بقى المنيا واسكندريه والاتحاد والاولمبي والفرق اللي هي الثانيه والمحله والاسماعيلي فين المصري؟ فين الفرق دي؟ مين قول لي هات لي واحد امتعك يعني انت مستمتع عينك انا بصراحه. طب مين بكره مصر؟ انا قاعد بسال السؤال ده. محمد هاني. محمد هاني على عينه وعلى راسي، انا ما اتكلمتش بحاجه، لكن ما هوش مقاومات الباك رايت. مش مقنع بالنسبه لحضرتك؟ مش مقاومات الباك رايت، لعيب كويس اوكي، لكن مش مقوماته. مقومات الباك رايت بيروح ويجري ويروح عامل الاوفر كروس طالع بيلف من قدام الدباكات ورايح للفرود وجون. احنا بنقول الكلام ده يمكن ناحية الشمال موجودة عندنا فتوح اوكي، بس فتوح فين الاحتياطي بتاعه؟ الاحتياطي بتاعه 3 4 مفيش عشان يديني الراجل ده كويس يبقى كويس ايا كان. انا بتكلم على اللعيبة عامة. أيوه. وفي الباك رايت وفي السيد باك. مين سيد باكات مصر؟ ما هم مصابين يعني. طبعهم مين؟ ما انت عندك عبد والونش مصاب. الونش مصاب. حجازي. حجازي برضه مصاب ولسه ما رجعش. ياسر ابراهيم. دي الاسماء اللي مطروحه. يعني عايز اقول يعني النجوميه بتظهر دايما في المنتخبات في سن صغير. ايوه. مش في سن كبير. انت فاهم؟ احنا دي المشكله اللي احنا انا اصلي انت عارف ايه عشان. طب انا قبل ما امشي من حته السردباجات يا كابتن هشام، انت مع رحيل محمود علاء عن نادي الزمالك؟ لو ما لعبش يمشي. ما هو ما بيلعبش دلوقتي. يمشي. يروح يلحق يلعب في حته يمكن يرجع تاني يبقى كويس. طب ازاي يرجع يا كابتن هشام؟ ما هو قلت لك بالتدريب الشاق. عايز تتدرب تدريبات شاقه ارجعك اخليك تبقى احسن سيرد باك في مصر. انت مشكلتك انك انت التدريبات اللي بتتحط مش بذكاء او بامكانيات اللعيبه اللي عندك. انت ما بتعرفش تتدرب. احنا النهارده بنشوف البرايفت تريننج بره حاجه تضحك. مين اللي شغالين في الكلام ده؟ وعشان كده بيشتغلوا على الناشئين. ايوه. اللي بره تيجي تبص تلاقي عيل صغير يقول لك انا رايح برايفت تريننج. انت مين انت اللي بتمرن؟ ايه الكثافه بتاعت التدريب وايه التدريب اللي انت بتديه له؟ ايه الكميه اللي انت هتديها له؟ والاوضاع بتاعت الكوره نفسها هتحطها ازاي؟ هتطلعها ازاي؟ هتشتغل عليها ازاي؟ عايز اطلع كوره بتاع ده في مراحل، في كروسات بتتعمل كل كروس ليه طالعه برجل معينه. طب في الجزئيه دي يا كابتن هشام، هل انت بتشوف ان جهاز الزمالك محتاج اضافه عناصر جديده؟ الجهاز الفني؟ الجهاز الفني مع جوزيه جوميز؟ افتكر ان مطلوب حد كبير. مطلوب شوية. حد يعني كبير. اكبر مع شوية. جوزيه جوميز بالظبط. في مجدي برضو. احمد مجدي ما يعني شخصيه جميله وكل حاجه، لكن الـ وجود التدريبات ما اشتغلش كتير. ما اشتغلش مدير فني. ايوه. طب الزمالك محتاج صفقات في مراكز ايه يا كابتن هشام؟ انت عندك مشكله دلوقتي في الباك رايت. محتاج. مش مقنع عمر جابر بالنسبه لك؟ لا عمر موجود. بس انا عايز، انت بتقول ايه اضافه؟ انا بتكلم على 30 لاعب، ما بتكلمش على 11. تمام. اصل عايز باك يمين ومين تاني مركز باك يمين تاني؟ وعايز لازم سرد باكين. سرد باكين. مع التجديد لشيكابالا، مع التجديد اللي حصل لشيكابالا. شيكابالا بص، شيكابالا لعيب مميز جدا وعنده امكانيات، يعني ربنا مديله الجسم الكويس السرعات. احنا بقى محتاجين نوظفه امتى والساعه كام والدقيقه كام ينزل. مش عايز اجهده. لعيب كويس زي ده ما نزلوش من اول 90 دقيقه علشان اجهده. يعني انا ده راجل لازم ازاي اقدر استغله استغلال سليم 100% يديني. عارف ده لو اداني نص ساعه كل مباراه هيطلع لك بهدف اكيد. طب بمناسبه حديثنا عن السن والتفاصيل وازاي نستغل النجوميه او النجوميه الكبيره للعيبه الكبار، يعني هل انت كنت مع صفقه عبد الله السعيد وهو في سن كبير نادي الزمالك؟
يعني كنت اتمنى ان عبد الله السعيد يجي من بدري لكن هو جه متاخر قوي. فدي نقطه يعني ممكن ما تكونش لصالح اللعيب. يعني مش في صالح اللعيب. ليه؟ لانه محتاج انه يدي مجهود اوفر قوي. هو راجل لعيب لعب في الاسماعيلي ولعب في الاهلي وجه الزمالك، فلازم القياسات اللي بيعملها او الشغل اللي بيعمله مفروض يكون اعلى من المرحلتين التانيين. ايوه. طيب ما هو انت النهارده لما تجيبه وتيجي، يعني انا يعني زي ما فهمتك انا ما بتكلمش، عبد الله لعيب كويس قوي وامكانياته عاليه وما زال يدي في الملعب. بس انا بكلمك العمليه برضو مرحله. انا استغله دلوقتي، استغله من بدايه المباريات؟ لا. برضو ابتدي ايه وضع الطبيعي اللي اقدر اعمل منه نجم ينزل يكسر لي الدنيا في المباراه. شيكابالا وعبد الله السعيد لو نزلوا الاثنين في مباراه كبودلة في وقت الفريق محتاج، هينزلوا الاثنين يكسروا الدنيا. ايوه. بس ما تديش يعني ده تلعبه شوت وتروح جاي مطلعه ومدي ده شوت، لا. طب قبل ما نطلع لفاصل كابتن هشام، قناعتك ايه بالمدير الفني الجديد جوزيه جوميز؟ المدير الفني ماله؟ قناعتك بيه ايه؟ هل مقنع بالنسبه لك؟ لحد دلوقتي لسه ما اقدرش لسه ما اقدرش اتكون عنه راي ولا ايجابي ولا سلبي. بالظبط. لحد دلوقتي لسه هو معاه فريق وبيحاول يظبط الفرقه مع بعضهم. بيحاول. مظلوم في الوقت اللي هو جه فيه؟ طبعا الوقت ضيق جدا. فاحنا ربنا يكون في عونهم دلوقتي، يعني احنا يعني المجلس عمل اللي عليه. ايوه. المشكله كلها عنصر الوقت. هو المشكله. السؤال ده قبل برضه من خارج قبل ما نطلع لفاصل، الزمالك وماتشه اللي جاي الاهلي في الدوري نص الشهر ده، بتشوف ان الافضليه فيه للاهلي بعد فوز الاهلي في لقاء الكاس الاخراني؟ طبعا. يعني انا في رايي ان الماتش اللي جاي لما يتلعب لازم، يعني الدوري بالذات ما ينفعش. ده انا بتكلم على الافضليه الفنيه. الفنيه شايف الافضليه الفنيه للاهلي؟ الفنيه ما بتكلمش على الفنيه. والله بص، اصل انت عارف ايه المباريات دي، اهلي وزمالك خلي بالك بتبقى ليها حسابات اخرى. ايوه. صرف النظر، انت الماتش اللي فات كان نادي الزمالك كان افضل. الشوط الاولاني عمل شغل كويس وهو كلام، لكن نادي الاهلي استغل الفرصه. انت فاهم؟ ويمكن بيتكلموا على الهدف يمكن مشكوك فيه. فطبعا الهدف ده ساعد النادي الاهلي انه ياخد البطوله. فانا بقول ايه، احنا مباراه الاهلي والزمالك طول عمري العبها المباراه دي وانا بعتبرها يعني بنشوف يا كابتن هشام ان فوز الاهلي في اللقاء الاخير في الكاس ما يدلوش افضليه، مش ضروره انه يديله افضليه في ماتش الدوري اللي جاي. دي حاجه ودي حاجه، ده ماتش وده ماتش ودي كوره ودي ماتش، كل مباراه ليها موقف. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا، خليكم معانا. كابتن هشام هنروح للعد التنازلي بعض الاسئله ونعرف اجابتك عليها سريعا. والنبي لا ما تحطني في امتحان ايه؟ افضل رئيس نادي في تاريخ الزمالك؟ حسن حلمي. حسن حلمي. نروح للسؤال اللي بعد كده، الثنائي الانسب لقياده خط دفاع منتخب مصر في الوقت الحالي مين؟ حسام ابراهيم. طبعا اتمنى كمان نجاحهم يعني. لا احنا نتكلم مين اللي يبقى دلوقتي اساسي في خط دفاع منتخب مصر. ده الانسب لقياده دفاع منتخب مصر. افتكرت منتخب مصر. سوري. محمد عبد الغني ممكن. محمد عبد المنعم قصدك؟ عبد المنعم. ومعاه مين بقى؟ بص حسن لازم يرجع. عبد المنعم بس يجهز. بس يجهز. تمام. المرشح الاول لتتويج بالدوري الموسم الحالي؟ اتمنى الزمالك طبعا. بس بعيد عن التمنيات. التحليل المنطقي تقول مين؟ لا المنطقي دلوقتي يعني يمكن الاهلي الاقرب. يعني الاهلي الاقرب. السؤال اللي بعد كده، ايهما افضل للزمالك، التعاقد مع رمضان صبحي ولا مصطفى فتحي؟ بص انا دلوقتي بعد الاحتراف وبعد الحاجات دي كلها
اي لعيب كويس جدا يجي نادي الزمالك اهلا وسهلا. سواء مصطفى فتحي طبعا ابن من ابناء رمضان صبحي طبعا. مين اللي الزمالك محتاجه اكتر دلوقتي، رمضان ولا مصطفى؟ محتاج رمضان. رمضان. السؤال اللي بعد كده، افضل لعيب في مصر حاليا؟ الونش. الونش وهو مصاب. وهو مصاب. طب وبعيد عن الونش، اللعيب اللي بيلعب ومش مصاب؟ زيزو. زيزو ماشي. افضل حارس مرمى في مصر حاليا بعد الاصابه بتاعت الشناوي؟ الاصابه يعني انا نفسي ان عواد يرجع تاني. عواد من حراس المرمى الموهوبين. شايفه يعني افضل من صبحي؟ مش مساله افضل، يعني هما في منافسه انت فاهم، لكن يعني مين واحد ومين اتنين في وجهه نظرك؟ يعني انا متهيالي لا عواد، لان عواد اشتغل معايا. الزمالك محتاج حارس مرمى؟ لو في حد فيهم هيمشي بقى اكيد محتاج طبعا. اكيد محتاج. طب الافضل حاليا في مصر مين؟ لو بنتكلم على ابو جبل، عواد، صبحي، مصطفى شوبير، بسام. بص طبعا الشناوي، عشان الشناوي مصاب. بص يعني احنا عندنا اخطاء دفاع في حراس المرمى برضه، يعني محتاجين الدعم اكتر من كده شويه. لكن يعني انا بالنسبه ليا يعني طبعا في طبعا ابو جبل طبعا حارس مرمى كويس جدا، بس هو مشكلته ان هو بيلعب في ماتشات بتبقى ظروفها صعبه. بتشوف ان الشناوي ملوش منافس حاليا دلوقتي؟ ممكن يعني هو الافضل بفرق كبير عن اللي بعديه؟ مش عايزين بفرق كبير، يعني نقول يعني هو الاعلى شويه. اخيرا كابتن هشام، رايك ايه في ازمه صلاح مع كابتن حسام حسن؟ تتحل ازاي؟ وهل انت من انصار ان كابتن حسام ياخد بعضه ويسافر لصلاح انجلترا؟ بص محمد صلاح واحد من ابناء مصر، وحسام حسن واحد من ابناء مصر، الاثنين خدموا الكره المصريه في كل المجالات في الاحتراف وفي طبعا محمد صلاح الاكثر انتشارا دلوقتي. حسام في وقته عمل اعجاز وعمل حاجات كتير جدا، محمد صلاح النهارده عمل اعجاز اكتر واكتر، عمل اللي مفيش حد عمله. مفيش حد عمله. الاثنين ممكن، عارف انا عايز اقول ايه، ان ممكن يكون حد حط السم في السكر، يعني حط زي ما بيقولوا كده سم في العسل. بالعسل. فاحنا عايزين نقول ايه، ممكن يكون الحوار ما تفهمش صح، لكن انت مع ان كابتن حسام يسافر؟ حسام انا في رايي حسام يروح يتفرج في ليفربول عادي جدا على ماتشات، ويتقابل مع محمد صلاح، وينهي الموضوع وهو كانه لم يكن اي شيء. لان الاثنين محتاجينهم. محمد صلاح مشكلتنا الوحيده اللي عايز افهمها للناس، يا جماعه محمد صلاح بيلعب بره في اوروبا نتيجه ان الفرقه اللي معاه بتسنده على الناحيه الهجوميه بشكل مستمر. احنا هنا مشكلتنا ان احنا بنطلب من محمد صلاح ان بيقوم بواجبات دفاعيه مع الواجبات اللي قدام، وده ما ينفعش. عشان كده اتمنى طبعا ان حسام ومحمد صلاح يبقوا سمن على العسل، واكيد ده لمصلحه مصر ان شاء الله يا رب. كابتن هشام نورت الدنيا كلها حبيبي، الله يخليك. كل الشكر ليك. تسلم لي يا عمر. شكر موصول لحضراتكم على المتابعه، ونشوفكم بكره باذن الله على الف خير.